أن روسيا تدرك هذا يعني قامت بتعبئة الجماهير وتعبئة الروس وتعبئة القومية الروسية ومشروعها الأوروآسيا يعني الذي هو موقعها في أوروبا وآسيا، وأيضا أن هناك من يستهدفها ويحاصرها من ممراتها الآمنة والمستقرة والاستراتيجية، وهناك الآن انضمام دول أوروبية إلى الناتو وفي وحصارها من منافذها البحرية الدولية المعتادة. كل هذه تؤدي أيضا إلى تموضع الجماهير الروسية مع القيادة، ومع ذلك روسيا تلعب على هذا الجانب وتحاول أن تحافظ على المستوى المعيشي، ولكن إذا ما ارتفعت مستوى الخسائر حتما سيكون هنالك انعكاسات. حتى الآن هناك إلى جانب الحرب العسكرية وحرب الكلفة البشرية والكلفة الاقتصادية، هناك أيضا حرب الروبل، وكما يقال في روسيا هناك وزيري دفاع، وزير البنك المركزي ووزارة الدفاع، بالتالي المعركة شاملة، وحرب المعلومات وحرب تسريب المعلومات من حيث التكلفة البشرية، من حيث تأثيرها على النظام العالمي، تأثيرها على التغذية العالمية. هذه حرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، هذه حرب بين الولايات المتحدة وحلفائها وروسيا، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تكون هناك تكلفة، لأن الولايات المتحدة وأوروبا ستقدم السلاح وتقدم الخبرة اللوجستية وتقدم التقانة اللوجستية، وبالتالي وتقدم أيضا المنظومة الإعلامية الغربية كلها، والآلة الإعلامية الغربية كلها تعمل لمواجهة روسيا، وبالتالي نكون حذرين من حيث التكلفة، رغم أنه من الطبيعي جدا أن تكون هنالك خسائر عالية، ولكن يتم توظيفها من حيث أن روسيا دخلت إلى الوحل وأنها استنزفت، وبالتالي ربما نتوهم ذلك ومن ثم نتفاجأ أن روسيا قادرة على الاستمرار. وأعتقد أن روسيا لن تتوقف ولن تضعف، لأن الموضوع يتعلق بأمنها الاستراتيجي، وبالتالي مهما كانت الخسائر لن يتوقف النظام عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.